بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بمتتبعي قناة الأعراج للتربية والعلوم. دائما نحن في الوحدة الخامسة من مقرر السلك الثانوي الإعدادي، وظائف الاغتيال والتربية الغذائية. إذا قبل الشروع في الدرس الثاني، لا تنسوا الانخراط في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلون بالجديد. لنلاحظ جسم كل شخص على حدة ونقوم بالمقارنة بينهما. إذا على اليمين جسم طفل نحيف جدا، وعلى اليسار جسم شخص آخر سمين جدا. إذا فماذا يمكننا أن نفترض حول التغذية عند هؤلاء الأشخاص؟ إذا من خلال هذه الملاحظات على أن لا الشخص على اليمين ولا على اليسار ليس لهما تغذية سليمة، ويشكون من أمراض سوء التغذية. وهذا هو الدرس الثاني، كيف نتفادى أمراض سوء التغذية؟ لإنجاز مختلف أنشطته اليومية، يحتاج الإنسان إلى تغذية توفر له مواد القيت الضرورية وكميات من الطاقة تغطي إنفاقه الطاقي. ولتلبية هذه الحاجيات يلجأ إلى أغذية متنوعة وكافية كما وكيفا. إذا فما هي حاجيات الجسم إلى المادة والطاقة؟ ما هي العوامل التي تؤثر على تغيرات هذه الحاجيات؟ وكيف يمكن وضع كلتة غذائية متوازنة كما وكيفا تضمن نموا سليما للجسم؟ سنبدأ من ما هي حاجيات الجسم اليومية إلى المادة والطاقة؟ إذا لنبدأ أولا بتعريف الاستقلاب الأساسي الفرنسية لو ميتابوليزم دو باز. في حالة راحة كاملة وحالة صيام وفي شروط الحياد الحراري أي ما بين 18 و 20 درجة سلسيوس، ينفق الجسم كمية أدنى من الحرارة تسمى الاستقلاب الأساسي. وينتج هذا الإنفاق الأدنى عن الوظائف الحيوية للجسم، تقلص القلب والعضلات، حياة الخلايا إلى غير ذلك، ويقدر من 5435 إلى 6900 كيلو جول في اليوم. القيمة الطاقية للأغذية، إذا تمكن القنبلة المسعرية التي سنلاحظ رسما لها فيما يلي من تحديد الطاقة الكامنة في الأغذية، حيث يتم حرق 1 غرام لكل من السكريات والدهنيات والبروتيدات، وتقدير كمية الطاقة المحتمل تحريرها في الخلايا. لنلاحظ هذا الرسم للقنبلة المسعرية، فلاحظوا جيدا داخل هذه القنبلة نضع كمية من المواد الغذائية، مثلا 1 غرام من السكريات أو الدهنيات أو البروتيدات، وبواسطة شرارة كهربائية تحترق هذه الأغذية، ونقيس كم هي الطاقة التي تحررها أو يحررها كل غرام من هذه الأغذية، والمبينة في الجدول الموالي. إذا كمية الأغذية البسيطة، إذا قمنا بحرق 1 غرام من السكريات نحصل على قيمة طاقية تقدر ب 17 كيلو جول. 1 غرام من البروتيدات أيضا يحرر 17 كيلو جول. 1 غرام من الدهنيات يحرر 38 كيلو جول. وكل 1 كيلو جول يساوي 4.18 كيلو كالوري. لنتعرف على بعض عوامل اختلاف الحاجيات اليومية من المادة والطاقة. إذا لنقارن هذه الأعمدة، ولاحظوا جيدا نقارن ما بين الجنس الذكري والجنس الأنثوي في الحاجيات اليومية للأغذية، وأيضا حسب الفئات العمرية لكل جنس. ولدينا 3 فئات من 10 إلى 12 سنة، ومن 13 إلى 15 سنة، ومن 16 إلى 18 سنة. ف
فنلاحظ أن الحاجيات تتزايد مع العمر، وأيضا تختلف حسب الجنس. ففي بعض الحالات أن حاجيات الذكور مثلا من النشويات أكبر من حاجيات الإناث. نمر الآن إلى مقارنة الحاجيات حسب نوع النشاط، فلاحظوا جيدا أن هذه الحاجيات تختلف من شخص لآخر ومن نشاط لآخر. فمثلا النوم يتطلب 260 كيلو جول، بينما اللعب بالدراجة النارية يتطلب 1500 كيلو جول، كرة المضرب 3100 كيلو جول إلى غير ذلك. لنقارن الآن حاجيات الرضيع من الأغذية حسب العمر. إذا لاحظوا جيدا العمر بالأشهر من 3 إلى 18، ونلاحظ أن هذه الحاجيات تزداد مع زيادة وزن هذا الرضيع من جميع أنواع الأغذية، وبالتالي أيضا الطاقة التي يحتاج إليها جسم الرضيع ستزداد. لنمر إلى ملاحظة الحاجيات الآن حسب السباحة، فيحتاج الشخص إلى 2000 كيلو جول في الساعة. لاحظوا هذا الاختلاف بين حاجيات المراهق والمراهقة، يحتاج المراهق إلى كمية من الطاقة أكثر من المراهقة. حسب الحالة الفيزيولوجية للجسم، الحمل أو غيابه، وحسب السن. إذن كخلاصة من خلال هذه الوثائق كلها، فتتغير الحاجيات الغذائية حسب السن والجنس والنشاط الجسماني والحالة الفيزيولوجية للجسم وأيضا المناخ. إذن كيف يمكن وضع كلتة غذائية متوازنة، كما وكيفا؟ للإجابة عن هذا السؤال ننجز التمرين المدمج التالي. جاء في وجبة غداء فردية بإحدى الداخليات بالإعداد ليوم الاثنين ما يلي، استهلك كل تلميذ خلال هذه الوجبة 150 غرام من الطماطم، 100 غرام من الأرز الأبيض، 25 غرام من الزيت، 50 غرام من الزبدة، 250 غرام من السردين، 100 غرام من الياغورت، 400 غرام من الخبز، 200 غرام من البرتقال. أولا أحسب الطاقة الحرارية المحررة بالكيلو جول من كل غذاء استهلكه كل تلميذ. إذا لاحظوا الجدول الموالي يبين كم تحرر كل 100 غرام من كل غذاء بالكيلو جول. فمثلا 100 غرام من الطماطم تحرر 85 كيلو جول. إذا نلاحظ أن كل تلميذ استهلك 150 غرام من الطماطم، فنقوم بعملية ثلاثية، 100 غرام تناسب أو تحرر 85 كيلو جول، و 150 غرام تحرر X. إذا نستخرج X بواسطة هذه العملية الثلاثية ونحصل على النتائج الموالية بالنسبة لكل غذاء. إذا النتائج تظهر تباعا كما تلاحظون، وهي قيم الطاقة التي تحررها الأغذية التي تناولها كل تلميذ. علما أن 1 غرام من السكريات يحرر 17 كيلو جول، 1 غرام من البروتينات يحرر 17 كيلو جول أيضا، و 1 غرام من الدهنيات يحرر 38 كيلو جول. أحسب الطاقة الحرارية المستهلكة بالكيلو جول من كلتا غذائية، علما أن مجموع السكريات هو 307 غرام، والدهنيات 85.25 غرام، والبروتينات 98 غرام. إذا نطبق فنحصل على ما يلي: نضرب 307 غرام من السكريات في 17 كيلو جول التي يحررها كل غرام، زائد 85.25 غرام من الدهنيات مضروبة في 38 كيلو جول الذي يحررها كل غرام من الدهنيات، زائد 98 غرام من البروتينات مضروبة في 17 كيلو جول، هذا 17 كيلو جول يحررها كل 1 غرام من البروتينات، فنحصل على المجموع طاقة 10124.5 كيلو جول.
نمر الآن إلى السؤال الثالث، هل الطاقة المستخلصة من هذه الكلتة كافية، علما أن حاجية المراهق تقدر ب 12500 كيلو جول؟ إذن إذا قارنا الكميتين يظهر بأن الطاقة المستخلصة غير كافية لأنها تقل عن حاجيات المراهق. السؤال الرابع، هل هذه الكلتة متوازنة طبقا للتناسبيات الآتية، علما أن قيمة البروتينات النباتية هي 68 غرام في الكلتة السابقة؟ إذا نقوم بحساب التناسبيات من اليسار إلى اليمين. نبدأ بالبروتينات الحيوانية على البروتينات النباتية، يجب أن تكون أكبر من 1/3. إذا قمنا بحساب البروتينات الحيوانية على النباتية نجد 30 غرام من البروتينات الحيوانية على 68 غرام من البروتينات النباتية تساوي 0.44، وهي أكبر من 1/3 الذي يساوي حوالي 0.33. إذا هذه التناسبية جيدة. نمر إلى التناسبية الثانية، الدهنيات على البروتينات يجب أن تكون أصغر أو تساوي من 1. نقوم بهذه العملية أيضا فنجد أن كمية الدهنيات 85.25 غرام على كمية البروتينات اللي هي 98 غرام، إذا هذه القسمة تساوي 0.87، فهي أصغر قطعا من 1. إذا هذه التناسبية غير جيدة. نمر إلى التناسبية الأخيرة، كمية السكريات على كمية البروتينات يجب أن تكون محصورة ما بين 3.5 و5. إذا قمنا بحساب هذا الكسر فنجد كمية السكريات 307 غرام مقسومة على كمية البروتينات 98 غرام تساوي 3.13، وهي أصغر قطعا 3.5. إذا هذه التناسبية غير مناسبة، اقترح تعديلا تراه مناسبا. إذا لاحظوا لكي تصبح التناسبية الثانية والثالثة مناسبتين يجب أن زيادة في كمية الدهنيات وأيضا زيادة في كمية السكريات. علق على الوثيقة جانبه، إذا لاحظوا هذه الوثيقة جانبه فيتبين أن الأغذية المتنوعة والمتوازنة تضمن نموا جيدا للجسم، وغيرها يؤدي إلى أمراض سوء التغذية. إذا عرف الكلتة الغذائية. إذا الكلتة الغذائية هي كمية الأغذية البسيطة من البروتينات والسكريات والدهنيات والماء والأملاح المعدنية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال 24 ساعة طبيعة الحال لتلبية حاجياته اليومية. إذا كخلاصة، فالكلتة الغذائية هي كمية الأغذية البسيطة من البروتينات والسكريات والدهنيات والماء والأملاح المعدنية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال 24 ساعة يعني خلال اليوم لسد جميع حاجياته إلى المادة والطاقة. كخلاصة عامة، لتفادي أمراض سوء التغذية يجب تناول كلتة غذائية كاملة ومتوازنة تلبي حاجيات الجسم اليومية إلى المادة والطاقة وتضمن له نموا سالما. وسبق وأن قلنا بأن حليب الأم يعتبر كلتة غذائية متوازنة وكاملة مما يجعل النمو الطفل يكون سالما. شكرا على حسن إصغائكم، و إلى فيديو آخر في الدرس الموالي إن شاء الله.